القيروان عاصمة الإسلام في شمال أفريقيا، تحلو زيارتها في رمضان خاصة مع طابعها الديني وأوليائها الصالحين. لكن زيارتنا اختلفت هذه المرة. أردنا أن نرى أحوال ريفها أحوال أهلها وفلاحيها. فدخلنا أراضيها وانطلقنا مع عم الهادي، ذلك الرجل الذي يقبع كل يوم أمام دكانه. يعرف أخبار أهالي الريف، ريف تمديد الشبيكة وكانت البداية مع هذه الحكاية. نام معيق من عام 43، 1943. ما استعملت من الحكم حتى شيء تو طلبت اشكيت للوالي للو... تو عندي عمي على كرسيك متحرك ما خذيتوش على عينه ما خذيتهاش ما خذيت منه شيء وما استعملت منهم حتى شيء والله تو برك هو كنت نعاود في هنيك وخذيت كلمت الشؤون الاجتماعيه قالوا لي مازال ما, ما رجع لنا حتى شيء اليوم ستة اشهر من اللي بعثت المطلب ومطالب قدامهم شاو وغيره والمطلب نخسر عليه ايش نخسر عليه؟ ما تحصلت منهم بشيء. المرة الأولى كنت مع الوالد توفى الوالد خلاني عامل حنوت، الحنوت اللي عامله راجل صاحب خير عنده شريكة قال لي نستعمله أنا وياك بالكمبيل نعبي لك الحنوت بالسلعة جبت لي حقك السلعة اللي هزيتها تهز قدها تعاملنا مع بعضنا عشرة سنين ولا 15 سنة, سنة. ياكو عندما صورت من حسيلة عندما ما ولد وقال ما عادش نستعمل مع الناس بالكمية اخوتي يجيبوا لي في الماكلة نتاعي في المصروف نتاعي اخوتي تحزيم حزام زاد نفس العملية حكاية عمل هذه هي جزء من التهميش الذي يعانيه ابناء الجهة لكنه ابى الا ان يواصل الحديث عن مشاكل الفلاحة والمياه التي يعاني منها اقربائه واخوته وابناء دشرة الجديدية وكنا في السبعينيات وفي الثمانينيات كنا ما نصوروش لوطه هذه مالحه فيها الملح ما تصور لنا تصور لنا قلمي اللي هو الدرع و... و... والنعمة تصور توكي ولتها القطر قطرة وهرية تكميلي وها ولينا نصوروا في الفلفل ونصوروا في الطماطم تبقى تبقينا المصور موجود والفاضلة ما تمش لأن ان غلي الاسمت بذور حاجة نجي نشروها بسوم كبير وقت ال... الانتاج السوم عند الانتاج السوم ما هيش مراقبة السوم طايحة برشا شايحة شقة جفاف ما ثماش المطر وما ثماش حتى شيء وحتى كي تجي تسقي من كنت مثلا تسقي نهار تولي تسقي طول ليل ونهار ومش خالط وما يخلطش الواحد ليل ونهار وما يخلطش فيما يخص المال ما قاعد هيرب علينا وما عندناش ما نلوجوا عليه في العام في العام نفورموا مرتين مرتين نعملوا الفورمه مترو نعملوا زميترو في العام وكل عام يهرب كل عام يهرب واللي ون... نعانوا فيه اللي نعانوا فيها اللي نصوروه ماشي في ال... في الميكانيك ومتاع الحرث ومتاع التراكتور ومتاع الماكينه ومتاع الضوء شيء فوت القيمه وتزيد باش توصل الفورمه الفورمه تتكلف دور 400000 500000 ألف بعد ياسر ما عندناش حتى الضوء هناك ضعيف معناها باش تنقب نقب بعيد لوطه الضوء ضعيف 220 الفلاحه هذه يا سيدي ولت اكثر اكثر الحال معناها دواء ما تداويش انت لهنايا كما تصورش بالنسبه للدواء غلا علينا ياسر تكون تخليه السنه مثلا بشيء العام الجاي تلقيه بشيء يبدا المره الاولى كما نقولوا في سيزون يبدا معاك بخمسين 50 كي تناصف في السيزون ويبدا الدواء بالحق مش تبدا تحط في الدواء تلقاه بمية والله ثم نقص كبير في المياه الميدا بارت برشا فلاحه عبدو يعمل فك الابار العميق اثرت بصفه كبيره على على الابار السطحيه المندوبية ما تصلش بينها حتى مرة يعني كل شارك الفلاحة الدولة ما دخلتش بكل يا خويا الدنيا ناقصة برشا هنا ناقصة ياسر من الماء تعبنا ياسر الضو شيفوا القيمة أكثر من حسابه التراكتور كيف كيف الفلاح معنا ما عاد حتى شيء ثم نحلف لك عليها هنا ثم بلايص متهدد بالتبطيل مش تبطل ثم ما لها مش واصل مش واصل لا مصروف ولا باش حتى من شيء وثم اللي فيها ما يشوف بالضوء بالمزوط ما 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 وصل حتى شيء تو برشا تركنا الفلاحين يشكون حظهم في فلاحه تراجعت اسهمها واصبح بعض اهلها يفكر في هجرها واردنا الاتجاه لسوق الجمله او ما يعرف بالمنشر ليعترضنا بعض الاهالي الذين لا زالوا في القرن الحادي والعشرين وبعد ثوره الياسمين يجلبون المياه من اماكن بعيده بالنسبة للماء لا للفلاحة ولا للشربان الشربان نجيبه فيه يتكلف علينا بدون ب 600 و 700 فرنك نجيبه فيه على بعد 20 كيلومتر 14 كيلومتر الهميد الهميد والبريكات باش نجيب الماء ونهار يعبيلك ونهار ما يعبيلكش وتو ثم حتى اللي تمشي يقول لك ما نعبيكش مش نمشي تاو نولي نخليهم باش نرجع لهم العشيه نجيبوا ولا في الليل معناها ما ثم حتى شيء نعبوا فيه ب 40 ب 50 فرنك بار ثم ال 40 بو 20 وثم الكبير ب 50 يتكلف ب 500 فرنك تو كي يوصل لهنا بالنقل نتاعو تحسب له النقل نتاعو يتكلف 500 فرنك معناها الدليل ما ثم حتى شيء تجي تتكلم تتكلم برا تكلم تمشي غاديك اللي تمشي له سكت الدولة هيئت لنا وعملت لنا واحد بشوية بعد سقط السنتاج تكسر بعيد عينا من هناك بعد شوية يمكن يجي خمسة كيلومتر وسقط وقعد هكاك ما بعد ما من نحن نشكو عليه وجان عليه حتى الموت لدنا هناك وكلمناها عليه قال ما يسيرش تو نتصرف المره الاخرى رجع قال تو نتصرف لكم هذاك قال تو نتصرف لكم في رمضان في ستيرنا ولا اثنين ما وبعد يرحم رب يبدو ان مشكل المياه لم يفارق حياتهم منذ فتحوا اعينهم على اشعه شمس حارقه تطيب زرعهم وتكسي بشرتهم سمرة رجال شداد يتنافسون في الاسواق من اجل كسب لقمه العيش لقمه يتقاسمها الفلاح والمضارب ليتمتع بها المواطن ويلعن غلاء الاسعار فاردنا نقل هذه الصوره على انطلاق رحلة ما يستقر على موائدنا عسنا نفهم أسباب الغلاء المشد في أسعار الخضر والغلال بالنسبة للفلاح بيع لا, لا يفهم لا شاري ربح ولا خسر بالنسبة لنا شريت نبيع بالكعب ولا بيع برطل ومن بعد ما نعرفش ما نشريت 170 أنا ما نعرفش بعد نشوف حسابي كأنه ربحت ما ربحت ما ربحتش نقول له الله يصبر وكاو الله ما خلصتنيش رخيص شوي علاش هذا فيه المضروب بطيخ تضرب لنا مع من الدواء ولا من الشنو تفلق كعب يقول لك تفلق اذا لبس عليه كل مش نبيعوه ب 600 فرنك اصبحنا نبيعوه ب 150 فرنك كي جاينا نطلوا على سم البطيخ وسم الخضره راكم ما تطلطوش على المعملة اللي بيعنا في في الناس نتاع الازوتيه نتاع نتاع الفلاحه بقداس هذه ما جتش بلاش هذه قاعدين نصرفوا عليها يعني الفلاح باليسر بل بالياسر جعلوه جعلوش يرد يعني مصاريفه ايش فهمت على بيد الله سيدي بقديش ايش اللي فهمت على شكاره بقديش على المونيتور بقديش راكم ما هذيك عليه اراض ممتده وابار تخرج المياه واموال تصرف وهم يعملون عمل النمل ليكسبوا قوتهم كفاف يومهم في ارياف القيروان دون ان يحتجوا او يطالبوا رغم قسوه الظروف وندره المياه وغياب ابسط سبل العيش في انتظار من يتحرك للمساهمه في اصلاح احوال فلاحه بدات في الاندثار وينظر لهم بعين التقدير والاحترام لرجال يطعمونهم ملذات موائدهم لتبقى عين الله تنظر اليهم وعن قرب